صباح الخير ومساء عليكم، ايه الاخبار؟ كنت النهارده عايز اوريكم كده شويه كشاكيل ونوت بوكس انا مستخدمهم. عندنا اول واحد دوت لونه بصراحه بحبه جدا، عندنا برضو التاني دوت ممتاز، اخر واحد دوت اكتر واحد بحبه، و ايه ده اكيد مكانه مش هنا، دخل كده بالغلط. دوت الايسوس زين بوك 14 الجديد بتاع ايسوس، ما تعرفوش؟ خلينا نتكلم عليه. مرة كمان كده عشان انا بتحمس لما اقولها، والفيديو كله بيبقى محمس لما اقولها بحماس. صباح الخير ومساء عليكم، ايه الاخبار؟ يا رب كله يكون تمام. النهارده معانا لابتوب جديد من شركه ايسوس، وهو الايسوس زين بوك 14. طبعا مش محتاج اقول لكم، لان هو باين ان اللابتوب دوت فعليا هو ارفع من شويه موبايلات عملت لها ريفيو هنا على القناه، واخف من الكشاكيل اللي باخدها معايا المدرسه، واخف من الكتب اللي بتاخدها معاك الجامعه، واخف من السندوتشات اللي انت بتجيبها عشان تفطر في الشغل بتاعك. الزين بوك 14 هو لابتوب فعليا معمول للناس اللي بتشتغل على اللابتوبات بتاعتها شغل كده بيزنس خفيف، بحيث ان هو ماسكين حاجه خفيفه جدا، ولكن هو كل شغلهم طبعا على اللابتوب دوت، وعليه كل حياتهم في اللابتوب الخفيف اللي اصغر من الكشكول دوت. انا بصراحه ما بقاليش كتير بستعمل اللابتوب دوت، تقريبا 3 ايام، ولكن حاولت اكثف الشغل بتاعي عليه. فالنهارده انا جاي اقول لكم انطباعي عن الزين بوك 14 من شركه ايسوس. اول حاجه خلينا نتكلم عليها هي الديزاين والوزن بتاع اللابتوب دوت. وطبعا لما نيجي للوزن فهو ما فيش كلام كتير يتقال، يعني اللابتوب دوت لما وصلني ومسكت كده العلبه بتاعته افتكرتهم بيضحكوا عليا وما فيش حاجه جوه الصندوق، ولكن فعلا طلع فيه لابتوب جوه الصندوق. الزين بوك 14 هو واحد من اخف اللابتوبات اللي انت ممكن تمسكها في حياتك كلها، وزنه تقريبا كيلو و100 جرام، فاللي هو حاجه خفيفه جدا، وفي نفس الوقت مش بيجي من بلاستيك، مش بيجي من مواد تصنيع تخليه خفيف، لا اللابتوب بالكامل بيجي من الالومنيوم. الالومنيوم اللي بيسقع كده في اللي هو تصحى تقول صباح الخير اللابتوب بتاعك تلاقيه كده ساقع فتتبسط، وفي نفس الوقت الالومنيوم اللي تجيله في الصيف كده عشان تقول له صباح الخير تلاقيه كله سخن فتقول له خلاص انا اسف وتبعد عنه. لغه التصميم هنا بسيطه جدا، هو طبعا كله ساده، معلوش اي حركات كده روشه او حاجه، بما ان اصلا اللابتوب دوت موجه للناس البرستيج، فهم مش عايزين لخبطه كتير على اللابتوب بتاعهم. في جزء من الدوائر كده حوالين اللوجو بتاع ايسوس بيقعد يكبر يكبر يكبر، مديه شكل كده جمالي في نفس الوقت. الجزء اللي من ورا كده منحوت ومكتوب عليه زين بوك، وتحتيه على طول المكان بتاع المراوح اللي هيطلع كل السخونيه اللي في اللابتوب دوت. والمراوح اللي موجوده من ورا ديت لما تيجي تفتح اللابتوب هتلاقيها هي طالعه كده في اخر الجهاز من اخر الكيبورد من فوق. المهم الحواف بتاعت اللابتوب كلها مش شارب، الحواف كلها كده واخده كيرفات عشان ما تبقاش شارب، ولما تيجي تمسك اللابتوب يبقى في حواف شارب تضايق ايدك ولا حاجه. فهنا التفاصيل برضو بتاعت التصميم ممتازة جدا. نيجي للمداخل بتاعت اللابتوب دوت، وزي ما التصميم سيمبل هما قالوا خلوا كمان ايه المداخل سيمبل كده بالمرة. من الناحية اليمين ما عندناش غير مدخل واحد بس يو اس بي تايب اي، جنبه مدخل ليه اس دي كارد من نوع مايكرو، مش اس دي كارد بتاعت المصورين كده اللي هي بتبقى كبيرة اللي بتخش في الكاميرا، لا الميموري كارد الصغيرة بتاعت الموبايلات اللي فيه شريحة من الناس ممكن تكون بتستخدمها، انا مش منهم بصراحه. من الناحيه الشمال عندنا مدخل اتش دي ام اي، وجنبيه مدخلين يو اس بي تايب سي، ممكن تشحن اللابتوب بتاعك من اي مدخل فيهم، لان الشاحن كمان اللي بيجي مع اللابتوب بيجي يو اس بي تايب سي، وهنتكلم عليه اكتر كمان شويه. ولكن عايز اعلق بسرعه كده على المداخل. انا بصراحه شايف ان نقطه ان المداخل تبقى قليله حته جايه كده في كل اللابتوبات اللي احنا هنشوفها في المستقبل والحاجات اللي جايه. عندنا هنا في مصر لسه مش متقبلين الحته ديت قوي، اللي هو لا انا عايز لابتوب يكون فيه كل المداخل الممكنه، مع اني حاليا في كل اللابتوبات الجديده والحديثه بنشوف ان هو ما فيش غير مثلا مدخلين يو اس بي تايب سي او ثلاثه، واحنا كده كارمينك جدا. ففي اللابتوب دوت برضه عندنا نفس الطريقه الحديثه، اللي هو ما فيش مداخل كتير، مثلا هم مدخلين يو اس بي تايب سي، واصلا كده لو انت بتشحن اللابتوب هيبقى عندك مدخل واحد بس يو اس بي تايب سي ومدخل واحد بس يو اس بي تايب اي. فاللي بيحصل عموما لو انت عندك لابتوب كده وعايز تدخل عليه حاجات طيب اللي انا بدخلها عادي في اللابتوب بتاعي القديم بعمل ايه؟ الحل بيكون ان انت تجيب كده زي قطعه بتحطها في مدخل اليو اس بي تايب سي اللي هو اصلا قوي جدا، فانت ممكن تطلع منه كذا مخرج حاجه تاني بقى، منهم يو اس بي تايب اي او هيدفون جاك او هكذا، بتبقى في كذا ادابتور كده ممكن تجيبه، قطعه خارجيه تجيبها مش من الشركه، من كذا شركه خارجيه برضو غير شركه ايسوس، وتركبهم في اي لابتوب بقى في ايه مدخل يو اس بي تايب سي. وبرضو شركه ايسوس جوه الصندوق بيدوك فكره عن الموضوع دوت، بيقول لك يعني احنا حاطين لك ادابترين كده، ادابتور من يو اس بي تايب اي اللي هو موجود من ناحيه اليمين لمدخل ايثرنت عشان لو عايز تدخل وصله نت ولا حاجه على اللابتوب، وعندك يو اس بي تايب سي لهيدفون جاك عشان لو عايز تركب سماعات على اللابتوب برضه تحط دوت من ناحيه الشمال كده وتدخل السماعات بتاعتك. هما بيقولوا لك يعني ان انت ممكن تاكستند وتدخل حاجات خارجيه، ولكن هتضطر تجيب برضه قطع خارجيه شبه دول كده. اول ما تيجي تفتح اللابتوب هتاخد بالك من حاجه جامده جدا، يعني انا كنت بتكلم عليها في كذا فيديو قبل كده، وهي ان اللابتوب ممكن بكل سهوله بيتفتح بايد واحده، ودي نقطه كنت اتكلمت عليها في كذا فيديو قبل كده. لو انت شخص اللابتوب بتاعك بيمثل لك شغلك، فانت اكيد في اوقات هتكون مستعجل
عايز تفتح اللابتوب بيد واحده. كالعاده بحب قوي الميكانيزم بتاعه اللابتوبات بتاع شركه ايسوس اللي بتفتح بيها اللابتوب، وانت لما تيجي تفتح اللابتوب كده تلاقي اللابتوب بيترفع حاجه بسيطه بسبب الهنش اللي موجود في الجزء الخلفي بتاع اللابتوب اللي ماسك الشاشه بالكيبورد، فبتلاقي اللابتوب بيترفع شويه كده عشان يدخل هواء والتبريد يكون احسن، وفي نفس الوقت الصوت بيكون احسن شويه. طبعا كفايه كلام عن التصميم، ولكن اخر حاجه عايز اقولها لك ان اللابتوب بينا حجمه صغير جدا جدا زي ما قلت في اول فيديو، فانت ممكن تحطه في اي شنطه مخصصه لللابتوب بسهوله، وكمان ممكن تحطه في اي شنطه مش مخصصه لللابتوب برضو بسهوله، لان هو حجمه صغير. هو فعلا حجمه حجم كشكول A4 مثلا او كده، حجمه صغير خالص. طيب اول ما نفتح اللابتوب كده مع بعض هنقول اه دي حاجه كلين جدا وفعلا تليق باي شخص رجل اعمال، اي شخص دكتور في جامعه او اي طالب يعني برنس في نفسه. اول حاجه لفتت انتباهي بصراحه اول ما فتحت اللابتوب هو الكيبورد اللي كل زرار فيه واخد حقه كده وكبير جدا. اصلا وانا بكتب خليني اتلخبط، يعني بدل ما ادوس على الزرار بتاع الانتر خليني ادوس على الزرار بتاع السلاش اللي فوق الانتر، لان هو حجمه كبير زي الانتر اللي احنا متعودين عليه، وحجم الانتر اكبر من اللي احنا متعودين عليه. ولكن طبعا لو انت هتجيب اللابتوب دوت فالموضوع دوت مش هيعمل لك مشكله، لان انت هتتعود على الكيبورد بتاعتك، لكن انا عشان لسه جديد على اللابتوب فعشان كده مش متعود قوي. ولكن الكيبورد نفسه بقى تجربته بصراحه ممتازه جدا، الزراير بتاعت اللابتوب سموز قوي، تحس ان انت عايز تنام عليها كده بوشك مش تكتب عليها بايدك، وفعلا مناسبه جدا لاي حد شغله له علاقه بالكتابه. بما ان اللابتوب دوت وزنه خفيف اصلا وموجه اكتر للناس العمليه مش الناس اللي مثلا اللي بتلعب او الناس اللي بتعمل المونتاج على اللابتوب بتاعها، فمنطقي جدا ان هم يتعبوا ويحطوا كيبورد مريحه عشان اكيد الشخص اللي هيجيب اللابتوب دوت هيكتب عليه كتير جدا. ممكن تعليق الوحيد بس ان الزراير بتاعه الاسهم اللي هي الفوق والتحت يعني الاثنين صغيرين قوي فانت بتحسهم زرار واحد، ولكن اليمين والشمال تمام ما فيهمش مشكله. وبرده زي ما قلت لو انت دوت الكيبورد بتاعك فانت هتتعود على كل الزراير بتاعته وهتكون مستمتع جدا بتجربه الكتابه على اللابتوب دوت. مش بس تجربه الكتابه ولكن كمان تجربه الماوس، يعني انا عارف هي حاجه غريبه اللي انا بقولها لكم، ولكن تجربه التاتش باد في اللابتوب دوت مميزه عن اي لابتوب تاني، ودوت لسببين. اول سبب ان التاتش باد هنا حجمها فعلا كبير جدا على اي لابتوب شفته بالحجم دوت، يعني تقريبا التاتش باد الموجوده هنا عرضها قد نص العرض بتاع اللابتوب كله. انت هتلاقي نفسك مستمتع جدا بالتجربه بتاعه التاتش باد، وانا عارف هي حاجه غريبه وعمري ما ذكرتها في اي ريفيو لابتوب، عمري ما قعدت امدح في التاتش باد كده، ولكن هي فعلا هنا التاتش باد مختلف عن اي لابتوب تاني. مش بس مختلف عشان هي كبيره، ولكن مختلف عشان حاجه كمان. لو انتوا فاكرين اخر ريفيو عملناها للابتوب من شركه ايسوس كان الجي 14، قلت ان شركه ايسوس على طول بتحب تحط كده لمسه فيها ابداع في اللابتوب بتاعها، يعملوا لابتوب طبيعي جدا فيه مميزات وعيوب ولكن يحطوا لمسه ابداعيه. هنا بقى اللمسه الابداعيه حاطينها في التاتش باد. شركه ايسوس بقى قالوا لك هنا احنا نعمل له ايه، يعني عارفين خانه الارقام اللي بتبقى موجوده في الجنب كده في اي كيبورد كبير او اي لابتوب ضخم، هم هنا قالوا لك لا احنا مش هنحطها له لان اللابتوب كده كده صغير، ولكن نكبر له بقى الكيبورد على الاخر ونخليه مريح جدا، ونحط له الخانه بقى اللي فيها الارقام ديت على هيئه تاتش. هتلاقي كده في ايقونه صغيره موجوده فوق في التاتش باد او الماوس باد، انا مش عارف فعليا اسميها ايه لان هي ما تعتبرش مكان للماوس وبرده ما تعتبرش يعني تاتش باد، فانا مش لاقي لها اسم، ولكن خلينا نقول عليها التاتش باد بتاعت الماوس. هي كده في ايقونه موجود عليها زي كده مربعات صغيره، حط صبعك عليها لمده ثانيتين ثلاثه هتلاقي الارقام كلها طلعت لك جوه الماوس باد او التاتش باد بتاعتنا. ممكن بقى تكتب عادي لو انت شخص بيستعمل اللابتوب في حاجات فيها كتابه ارقام كتير، عمليات حسابيه او مثلا منتجات بتبيعها فانت عايز تكتب عدد الحاجه او كده، فدي الحته الكريتيف اللي انا بقول لكم عليها اللي شركه ايسوس لازم كده ايه تطلع كده حته ابداع في كل لابتوب تنزله، وانا بصراحه بحترم فيهم جدا النقطه ديت. مش بس كده، انت كمان عندك ايقونه الناحيه الثانيه لما تيجي كده تحط صبعك عليها وتعمل لها سوايب من ناحيه اليمين بيفتح لك بقى ايه الاله الحاسبه او الكالكوليتر عشان لو عايز تحسب حاجه، فاللي هو انت لو عايز تحسب حاجه مش لسه هتروح تفتح وتكتب في الارقام اللي فوق، لا انت هتعمل سوايب للشمال هتدوس ثانيتين على البتاع وتكتب اللي انت عايزه وخلاص الموضوع خلص. الموضوع فعليا يعتبر مفيهوش عيوب خالص، لان حتى والارقام باينه انت لسه ممكن عادي تتحكم في الماوس، يعني لسه المكان دوت بيستخدم عشان تحرك الماوس عادي جدا. ممكن العيب الوحيد ان تحت اشعه الشمس المباشره انت ممكن ما تشوفش الارقام قوي، ولكن انا مع استعمالي البسيط لللابتوب اصلا حافظ اماكن الارقام فمش محتاج قوي اشوفها، ولكن لما تيجي تعمل ظل بايدك كده على ارقام بتلاقي اللي هي باينه اكتر بكتير من اضاءه الشمس المباشره. طيب يا جماعه معلش جمال الماوس باد والكيبورد، خليني انسى اتكلم عن الشاشه.
اللي برضو جامدة جدا اللي موجودة في اللابتوب دوت. عندنا هنا شاشة 14 انش وهي شاشة تعتبر صغيرة نسبيا، ولكن هو اصلا لما تيجي تقيس مقاسات اللابتوب هتلاقيه 14 انش وحبة صغيرين، لان الشاشة هنا واكلة الواجهة بتاعت الجهاز كله. الحواف تعتبر صغيرة جدا من ناحية اليمين والشمال. من ناحية التحت عندنا كده زي حواف محترمة شوية مكتوب عليها ايسوس زينبوك، ومن فوق يدوب حافة قد كده موجود فيها الكاميرا والسنسور اللي بتفتح بيه اللابتوب. فاللابتوب هنا عشان تفتحه ما عندكش مثلا بصمة في الجهاز، ولكن بتفتح عن طريق الفيس اي دي بتاعك، والفيس اي دي بيشتغل كويس الا لو في اضاءة جاية من وراك جامد جدا في اللابتوب. ولكن لو انت مثلا في مكان ضلمة ما فيهوش اي نقطة نور الفيس اي دي برضو بيفتح، لان هو مش بيفتح عن طريق الكاميرا خالص، بيفتح عن طريق سنسور موجود جنب الكاميرا ممكن تشوفوه في الضلمة كده بينور نور احمر كده خفيف، بيفتح عن طريق السنسور دوت. بصراحة مادام هم حاطين لي طريقة افتح بيها اللابتوب بتاعي بسهولة وفي اي وقت فانا كده مبسوط خلاص مش متضايق خالص. خلينا نتكلم عن الكاميرا بسرعة وبعد كده نرجع تاني نتكلم عن الشاشة. الكاميرا الموجودة هنا هي كاميرا اتش دي عادية جدا، شبهها شبه اي لابتوب تاني، ما تعتبرش احسن بكتير من بقيه اللابتوبات، هي كاميرا لابتوب عادي ولكن مقبوله جدا لو انت عايز تعمل مثلا ميتنج مع حد او تتكلم فيديو كول مع اي شخص. خلينا نرجع نتكلم مره تانية عن الشاشه. الشاشه هنا 14 انش من نوع اي بي اس بدقه فول اتش دي، شاشه كويسه جدا لاي حد عايز يعمل شغل على اللابتوب بتاعه، خصوصا ان الالوان هنا برضو ممتازه جدا. المفروض نسبه الاس ار جي بي هنا 100%، فهي برضو ممتازه كالوان ودقه الوان، هي حاجه كويسه. ولو عندي تعليق وحيد عليها فهو نفس التعليق اللي انا بقوله كل مره على معظم الشاشات بتاعت اللابتوبات اللي بعمل لها ريفيو من شركه ايسوس، هي ان البرايتنس بتاعت الشاشه مش اعلى حاجه. البرايتنس هنا بتوصل لغايه 300 نتس، وانا عن نفسي شايف ان انا لما بكون بره البيت، يعني حتى لما بكون قاعد جنب الشباك وفي شمس ضاربه على اللابتوب مش بشوف الشاشة احسن حاجة. ولكن نقطة تذكر لشركة ايسوس اللي هم حاولوا يحسنوا من الموضوع دوت، ولكن مش عن طريق اللي هم يرفعوا سطوع الشاشة، ولكن عن طريق اللي هم يحطوا طبقة مصنفرة كده قدام الشاشة، وهي فعلا بتعمل نتيجة شوية لما يكون في شمس ضربة على الشاشة، بتلاقي كده في طبقة مصنفرة امتصت الشعاع بتاع الشمس والشاشة باينة شوية، ولكن من رأيي لسه الموضوع محتاج شوية تحسين. ولكن هي كشاشة اعمال بصراحة ممتازة جدا اذا كان جوه البيت، بره البيت برضه هتكون جيدة ولكن مش ممتازة. طيب لو نيجي نتكلم على اداء اللابتوب دوت، انا ما كنتش متوقع منه اداء جبار لان حجمه صغير ومش موجه مثلا للالعاب او للناس اللي بتعمل مونتاج وكده، ولكن مع ذلك اللابتوب هنا بيجي ببروسيسور قوي جدا الانتل اي 7 الجيل العاشر مع 16 جيجا بايت رام، ومساحة التخزين في كذا نسخة بكذا مساحة مختلفة. النسخة اللي معايا هنا هي 1 تيرا. مجموعة الارقام ديت كلها بيديك اداء ممتاز جدا في مجال الشغل الخفيف، مثلا كتابات على الوورد او تصفح على النت. بل بالعكس انا كمان جربت العب عليه لعبه ببجي، اللعبه بتفتح وبتتلعب ولكن اكيد في تقطيع كتير جدا. انا بس جربتها كفضول مني هل اللابتوب دوت يقدر يستحمل حاجه قويه كالعاب، وهو يقدر يستحمل العاب ولكن هو مش موجه نهائيا للالعاب. بالعكس احنا عملنا كذا ريفيو لكذا لابتوب موجه للالعاب، منهم كمان لابتوبات من شركه ايسوس هتلاقوها في الاي الموجوده فوق على اليمين هنا او على الشمال معرفش، لكن هو كلابتوب موجه للاعمال الخفيفه فهو لابتوب قوي جدا ويقدر يعمل لك كل الاعمال الخفيفه بدون اي مشاكل. مش بس بصراحه يعتبر اختيار كويس عشان الاداء، ولكن كمان عشان البطاريه. هنا عندنا بطاريه 67 وات بير اور، مش بس البطاريه حجمها كويس ولكن كمان المعالج اللي هنا موفر للطاقه، والشاحن كمان اللي بيجي مع اللابتوب هو شاحن ممتاز بيشحن اللابتوب في سرعه كويسه جدا. فانت هنا عندك اداء بطاريه تقريبا مستريح هيقعد معاك مثلا يومين او اكتر لو انت بتعمل على اللابتوب دوت اعمال خفيفه. برضه الموضوع متوقف على انت هتقعد على اللابتوب قد ايه وهتعمل ايه عليه، ولكن البطاريه هنا هي ممتازه جدا. اللابتوب قعد معايا تقريبا 3 ايام شحنته مرة واحدة بس في الثلاث ايام ديت، فاللابتوب هنا بطاريته ممتازة جدا. ولو انت مثلا دكتور في جامعة او طالب في مدرسة او في جامعة او شخص عنده بيزنس صغير وعايز لابتوب يمشي بيه البيزنس ويسجل عليه حاجاته، فانت اكيد من اول مرحلة اتكلمنا عليها في اللابتوب دوت لغاية دلوقتي عمال تقول فعلا ده انا كنت عايزه، فعلا النقطة ديت كنت محتاجها في اللابتوب اللي انا عايز اشتريه. اظن الموضوع هنا واضح جدا، انا ارشح اللابتوب دوت لاي حد عايز يستخدمه في اعمال خفيفة اذا كان للكلية او للبيزنس بتاعه الصغير. لكن طبعا ما انصحش اي حد اللي هو يشتري اللابتوب دوت اللي هو عايز يستخدمه مثلا في جيمنج او كده، حتى شركة ايسوس نفسها مش بتنصحك ان انت تشتري اللابتوب دوت لان هم عندهم اختيارات تاني احسن بكتير. بالنسبة للسعر بتاع اللابتوب فانا مش عارف السعر هو كام بالظبط، ولكن هو في رينج 19000 جنيه. هتلاقوا السعر مكتوب في اول كومنت تحت، ولو عرفت
هحط لكم على الشاشه هنا، هتلاقوه موجود برضو قدامكم على الشاشه. وبس كده، دي كانت مراجعه سريعه للايسوس زينبوك 14 اللابتوب الجديد بتاع شركه ايسوس. يا رب يكون الفيديو عجبكم، لو عجبك ما تنساش تعمل له لايك وتعمل لنا سبسكرايب على القناه تحت، عشان احنا خلاص داخلين على 100,000 سبسكرايبر. انت متخيل اللي انا بقوله لك دوت معناه ايه؟ معناه انك تنزل تعمل اشتراك تحت وتعمل شير للفيديو عشان الناس اكتر تشوفه، فتيجي وتعمل سبسكرايب فنوصل لل 100,000 سبسكرايب. برضه متنساش تعمل لنا فولو على انستجرام، هتلاقوا اللينك تحت في الديسكربشن، بنزل هناك حاجات كده حصريه وحاجات لطيفه جدا. دي كانت كل حاجه للفيديو يا جماعه، شكرا انكم شفتوا الفيديو مره تاني، واشوفكم في الفيديوهات اللي جايه. سلام.